المؤاخاة اسم مدرسة على غير مسمى، فبمجرد محاسبة طالب على تصرفاته ومخالفته التعليمات ينتقم بطريقة حرب الشوارع، حاملين الأسلحة البيضاء لتنتهي بجرح 6 أساتذة ضمن كادري هذه المدرسة. البارحة في تواجدنا بالإدارة، يعني أنا كنت مع حديث مع الأساتذة وموجودين داخل الإدارة، تفاجأنا بدخول 9 أشخاص يحملون العصي ويحملون نسميه بوري حديد احنا بعد هذا وسكاكين، وانهالوا بالضرب باتجاهي انا على ميز الاداره واللي اشوف انت هذا الضرب، والاخوان ايضا المدرسين استاذ احمد وياي والكادر التدريسي كلهم وياي، فانا انضربت حقيقه بيدي 9 او ما الاصابات 6، ونقلناهم الى المستشفى في وقتها اتعالجوا الاساتذه. اصبحت المدرسه هذه المؤسسه التربويه مهدده من جميع فئات المجتمع. غياب الحارس الامني قد تكون هي الاكثر غموضا من غيرها، فلا يمكن لمدرسه حكوميه بدوامين دون احد عناصر الشرطه، وهو ما يضع الحكومه المحليه وقياده الشرطه في مازق ما لم يكن هناك تخطيط صحيح لحمايه هذه المنشات الحكوميه. غياب الحارس الامني حصل على اعتداء على مدرسة إعدادية المؤقت بسبب غياب الحارس الأمني. الحارس الأمني مهم، وحقيقة كنا عملنا بالعشار اعتدى من بعض العشار، مو كل عشار يعني بعض اعتدى علينا وصار الاعتداء. بدورهم زملاء هذا الطالب يوصلون رسالة أن القانون يجب أن يطبق، ويطالبون الجهات المعنية بالتدخل ومحاسبة المقصرين ووضع عناصر أمنية أمام هذه المدرسة لحمايتهم من بعض أبناء العشائر التي هاجمت هذه المدرسة. احنا بصفتنا كطلاب إعدادية نمثل وزارة التربية العراقية نرفض هكذا أمور وهكذا تصرفات تسيء بتربية الآباء، ونحن نطالب من وزارة التربية ووزارة الداخلية أن يتخذوا كافة الإجراءات الصارمة بحق هكذا أمور. في بلد أصبح كالغابة يأكل قويها ضعيفها، فالاعتداءات المتكررة على الكوادر التدريسية جاءت لضعف القانون وغياب تام لحراس المدارس. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.